فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأوسط، فقيل إن الذي تطلب أمامك، لأنه يعتكف يطلب ليلة القدر، هذا هو المطلوب الأعظم من الاعتكاف، مع ما يكون مع ذلك من القرب من الله تبارك وتعالى والخلوة بالله سبحانه وتعالى ومناجاة ربنا تبارك وتعالى والانقطاع عن الدنيا ومشاغلها إلى غير ذلك. ولكن المقصود الأعظم هو أن يصيب ليلة القدر، فهي خير من ألف شهر. أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أعمار من تقدمنا من الأمم كانت متطاولة، وأما نحن فأعمارنا قصيرة، ولكن الأجر على الأعمال كثير وكبير وجزيل. فأعطانا الله تبارك وتعالى ليلة واحدة من قامها إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهي خير من ألف شهر في ثوابها وعطائها وتجلياتها وفيوضاتها. هذه الليلة خير من 83 عاماً وبضعة أشهر. العمل فيها أجره بألف شهر ليس فيهن ليلة قدر. فهذه الليلة يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلبها في ليلة 27 فقط. النصوص تواترت وتواردت وتضافرت وجاءت هناك في ليلة 21، وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بها. قال: تسجد صبيحتها في ماء وطين. ففي تلك الليلة أمطرت السماء، ولم يكن سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الإحكام في مساجدنا، وإنما كان من جذوع النخل وعليه سعف النخيل، فلما نزل المطر أصاب الأرض، ليس على الأرض فرش، وإنما هي الحصباء والرمال، فاختلط الماء بما هنالك، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع من سجدته أصاب أرنبة أنفه وجبهته طين. تسجد صبيحتها، يعني في فجرها، في ماء وطين. كانت ليلة 21، فليس بصواب ولا هو من العقل أن يتوقف الإنسان عند حدوث أنها في ليلة 27، ثم بعد ذلك مضت، فقبل أن تأتي هذه الليلة لا نلتفت وبعدها انتهى الأمر. ليس كذلك، بل قد تكون في ليلة 30 وقد تكون في ليلة 20. كيف؟ ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منه، لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ويكون الوتر باعتبار ما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتاسعة تبقى، لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، تكون ليلة 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا. فقد تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار، إذن هي العشر الأواخر، والنفس فيها موصول، والاجتهاد فيها على مستوى واحد. فسر هذا أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح، وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي، وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحروها في العشر الأواخر.
وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. فنجتهد في هذا، ونجتهد في تصفية القلوب وتنقية النفوس، لكي تعرض على الله تبارك وتعالى فتقبل، لأنه إذا عرض القلب الملوث على الله تبارك وتعالى فكيف يقبله؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.